إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن مرض الحصف. مرض الحصف عبارة عن عدوى جلدية بكتيرية أخرى، وهي في العادة بسبب ظهور مجموعة من بثور صغيرة على الجلد، والتي تنضج ببطء وتشكل قشرة ذهبية اللون. يمكن أن يؤدي لمس السائل الذي يخرج من هذه البثور إلى انتشار العدوى إلى أجسام أخرى من الجسم أو إلى أشخاص آخرين أيضا. في كثير من الأحيان تكون بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية هي سبب هذا المرض، مرض الحصف. إلا أن البكتيريا العقدية أيضا يمكن أن تكون سببا لهذا المرض. هذا النوع من المرض الحصف يكون أكثر شيوعا عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 6 أعوام. إذا تم علاج مرض الحصف بالمضادات الحيوية، فإن القروح قد تشفى في العادة دون أن تترك أي ندوب في المنطقة. أيضا ممكن تحس أن المنطقة حرارتها متزايدة بسبب احتقان المخلوقات الدقيقة في هذه المنطقة الجلدية. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، ونشوفكم إن شاء الله في درس قادم.